خيط من خيوط طلب العلم؟ الثاني، ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ أن يجلس مع أهل العلم وأن يصاحبهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل إلا طعامك إلا تقي. وكما في الحديث الآخر: مثل جليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحلق ثيابه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فمصاحبة الأخيار يؤثر في المصاحب خيرا، ومصاحبة العلماء يؤثر في المصاحب علما. فالأمر كما قال، أو بالأحرى نقول كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر على حد تعبير السائل، الخيط الأول هو أن يكون مستمعا للعلم، فإذا حل له ذلك وطاب له كما هو المفروض في كل مسلم انتقل إلى المرحلة الثانية وهو أن يتعلم. ثم إذا استمر في التعلم، وهذا التعلم لا يعني أن يقتصر على ما يتعلمه من شيخه أو من مشايخه، وإنما عليه هو أن يجد وأن يجتهد وأن يقرأ ويطالع حتى يتفتق ذهنه ويتسع فكره وعلمه، ثم يصبح أولئك الذين ينبغي على سائر الناس أن يرجعوا إليه حينما تأتيهم مسألة أو تنزل بهم نازلة. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتاهيك.